مركبتي هي مبادرة متعلقة بخدمة تجديد المركبات في إمارة دبي. تجديد المركبات في إمارة دبي من أكثر الخدمات استخداماً، حيث يبلغ عدد المعاملات اللي تمت أو متوسط المعاملات اللي تم أكثر عن 1,150,000 معاملة سنوياً. كانت في هذه المبادرة حزمة من التحسينات على هذه الخدمة، من توفير خاصية اطلاع المتعاملين على المراكز المتاحة ونسب الإشغال فيها، وحجز موعد لفحص الفني للمركبة، وكذلك إصدار ملكية افتراضية للمتعاملين يمكن إبرازها للجهات عن طريق تطبيق دبي درايف، وبها كذلك خاصية اختيارية يمكن للمتعاملين استخدامها واللي هي متعلقة بالتجديد التلقائي للمركبة.